كده نوصل. مش عايزين ننسى المصل ده، نعيد مع بعض كده، لان لازم اول حاجه ان نتاكد بان البي سي عندي واخد 100. ماشي، يبقى هنخلي 192، سوري 192 186 0 100. تمام، هدوس كده ده اوتوماتيك، ده عادي. عايز ازود ده زودته برضه 192 180 01 اوكي. خلاص تمام كده. كده ممكن احنا نعمل بنج على البنج. هبنج على اللوحه 192 180 05 1. مش شايفين هيبقى ايه ديت؟ دي اصلا احنا كنا مديانها 230 230 230 220 230 تضرب من دي، ادي 230 فعلا باللوحه. وهنجرب اللي هو البي سي بتاعنا اللي هي 100. تمام كده، يبقى الاثنين كده واصلين بعض. خليني نصفر ده الاول. ماشي، هنوصل هنطفي نفس اول حاجه نفصل الباور ريسيت، وبعدين هديله بقى اللي هي دي. هنخلي اتنين بس اون. بعد كده توصل باور حاول اتنين. ماشي، وبعد كده هتدخل على هنا هو البراوزر بتاعنا على 251. انت طبعا متاكد ان هي بقت 251 ولا لا؟ بقت 251، يعني دي التصفيره بتاعتك. ماشي، بعد كده بدخل على بس انا عملت قدامك عشان حتى بقى ايه 92 183 251. كل قرن كده صح؟ عشان قرن موجوده هنا. الله ينور. هتخلي كل قرن كده عشان ندخل الحته بتاعتنا دي. هي والباسورد هي ادمن باسورد. بيقول لي طبعا هنا تبقى غير الباسورد يعني بتاعت ال، هقول له اوكي. هتيجي نهوت هنغير بقى النتورك. بتبقى انت رايح الموقع مثلا بيقول لك مثلا انت هيديك الدومين هيبتاع، انت بتدي له الحته اللي انت عايزها. طبعا دخل هو حاطط القديمه بتاعته، هنخليها ماشي 230. لو قلت هنا اكسبت اوكي برضو بالمره كمان. بص هنا نعمل اكسبت مرات كمان. اللي انت شفته في الاول ده مش متخزن، يعني لما تعمل اكسبت ده نبقى نعملها بقى من الاول 230. شكلها كده الاكسبت بتدوس عليها مرتين 230، والسبميت بتاعتنا 255 255 255 0. هنا انت ممكن تحط السيرفر او لا، بس احنا ممكن نحطه. احنا قلنا 192 186 0 100. الحته المهمه جدا اللي هي دي، طبعا هتقول له اكسبت. ماشي، اللي هي الهوست كوم، مهم قوي تبقى كلاينت. ماشي، سيرفر كلاينت، وتدي له رقم السيرفر اللي انت حاطه اللي هو 100. تمام كده، اللي هو هوست اي بي، وتقول له اكسبت. طبعا بيقول لك بقى في الاخر خالص عشان سيف تقول ابلاي سيتنج، تقول له اوكي على الاثنين دول، تقول له يس.
كده بيعمل ستارت على اللوحه. هنا هو انا اللي عملت بقى بنج على 251 اختفت خلاص. فبعمل بقى بنج على 230 هتلاقيها موجوده. وهنا قدامنا كده هتلاقي بقى الدنيا بدات ايه اللي احنا شايفين كده. طبعا هنا انا مش محتاج ال 230 خالص بعد كده تاني. مش حامسه طبعا زي ما انت قلت لي برضو ان انا ان دي كلها ارجعها اوف تاني. تمام كده. كده بنعملها كده بقى ندخل بعد كده المفروض حاجه بنسميه لوكال هوست. لوكال هوست اتش ار فيو. لو انت مش فاكر يعني مثلا ممكن اكتب لوكال هوست وممكن هنا اكتب اسم السيرفر على طول 192.168.0.100. لو انت مش فاكر اكتب لوكال هوست. لو مش فاكره خالص ممكن تكتب دي 127.0.0.1. دي حاجه كده بتبقى معروفه ان هي اللوكال هوست. ماشي. يبقى انا هكتب لوكال هوست اول حاجه نبدا نفتح الابلكيشن مانجر. هنا اهو يس. الديفولت بتاع الباسورد لوجن. طبعا هنا ده الديمو نازل بالاسم دوت. احنا مش هنغير الكامباني دي خالص ولا هنضيف كامباني جديده، لان لو انت عايز تزيد هتقول له اد برانش هيزيد، بس هيقول لك البرانش الجديد ده اللايسنس طالعه بالاسم ده. الكنترولرز هو اوتوماتيك لقى لك ان في واحد اللي هو اخر دوت وكاتب لك هي نوت كونفيجر. لو هتدوس على اول كنترولرز هتلاقي الحاجات اللي احنا معرفينها قبل كده عددها. فانت عايز تقول له ان دوت تبع اللايسنس ديت. فبتزود تشتين. بالظبط. تقول له تشينج بيبدا يتغير كده. طبعا عشان يسمع الموضوع ده عندك طبعا في الاول خالص لو انت مش ضايف اي حاجه بتبدا دي في الاول، ان بتقول له ان اللوح اللي عندي اتش اي دي كنترولر بيكتب لك ده اوتوماتيك وتقول ابديت. بعد كده تقول له انها ميركوري ابديت. دي اول حاجه بتعملها يعني فاهمني. بعد كده الكنترولر. بعد كده بتدخل على السيرفيس دي ستوب وستارت. توقفها وستارت. طبعا في سيرفيس زي ديت ريبورتنج دي بتاعت ريبورت مش مشكله انها تقف ولا الاتندنس، انما اول اثنين دول هم المهمين جدا. هنا حتى في توقفهم بسرعه يعني. بتعمل ستارت تاني. اتاكد ان كلهم راننج. في دوت اللي نوتيفيكيشن دي بتبقى ممكن تعملها ستارت برضو كده. تمام. بتقفل ده خلاص مش محتاجينه تاني. وبتدخل على ديت. طبعا هندخل من الاول جديد لوكال هوست. لوكال هوست وانا شارحها قبل كده بس انا هحط الجوده دي كده اهوت. طبعا بنبقى داخلين باسورد احنا من الاول خالص بيطلب منا الباسورد بندخلها. بتقول له لوجن. هنا هو طبعا احنا مش هنحتاج ما دام في العلامه ديت فانت كده مش لسه ده مش مالناش دعوه بيه. هندخل بقى بتدوس على ده بيدخل انك تعرف الكنترول نفسه. ماشي. هنا دخل هنا اهوت هتلاقي اهوت اوريدي كاتب لك ان دول موجودين قبل كده ودول ده نوت كونفيجرد ومش بيديله ولا اي بي ولا اي حاجه. فانت عشان تضيفه بس هو بيقول لك انا حاسس ان هو اونلاين. بتيجي هنا كنترولر بتقول له مانج كنترولر. بتيجي على اللي هي الحته اللي هي اند ديت. تمام.
بيديك الاي بي بتاعها انت بتدخله له 192 186 كيلو كان 210 النيم انت هتسموه له مثلا هتسميه مثلا باص ايه؟ باص مثلا باص ماشي تمام كده؟ كابتن باص ايه؟ ماشي خلاص عايزه ايه باص ايه؟ لا هي عادي تبقى انت او اه اللي انت عايزه انت عامل عايز مثلا كده تمام اللي انت بتكتبه ماشي خليها سمير هيقول لك سيفت عادي جدا نشوف ايه هو حتى لو شاف طبعا لسه ما كملناش دوت بس هو شايفها كده طبعا هنا بقى الحته دي مهمه اللي هو اد نيو اس اي او لو انت هتوصل ريدر مفيش اللوحه دي اللي هي الام ار 52 لو انت هتوصل هنا هتوصل الريدر بس يعني بدل اللوحه دي واحده مش ريدر واحد انما لو انت موصل عليها السليف دوت الام ار بتشيل الريدر دوت وتوصل الريدرات بتاعتك زي ما انتم شايفين اهو الريدر ده والريدر ده وبتاخد الوصله الدي 0 والدي 1 هي عندك الدي 0 هي بلس والدي 1 هي ماينس يدخل على بلس والماينس اللي موجودين في الار اس هنا يعني الدي 0 يدخل في البلس ار تي ار بلس والدي 1 هيدخل في التي ار ماينس وتوصل اللوحه بعد كده ان 3 هتلاقي عندك السنسور للدور 2 وان 4 البوش بوتون للدور 4 احنا هنبرمج المره الجايه دي ان هنخلي 5 ديت هتبقى فاير عندنا بحيث الجواب وهنعملها دلوقتي ان شاء الله هنا هتضيف له اد نيو هيسالك هي انت لوحده لو انت لوحده هتقول له امبورت طب احنا عندنا لوحه اللي هي ام ار 52 فهيبقى دوت طبعا البورت زي ما هو وهو بيديك الاوريدي دي مش متغيره يعني فش اوبشن تاني هنا هيكمل الكوم ادرس انت هنا زيرو ليه زيرو ان هو احنا عارفين ان هو ده ديب سويتشز انا يعني شرحتها قبل كده من واحد لخمسه ده انا عامله زيرو لو عايز اخليه واحد لا هخلي اللي هي الجدول اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده انما هي معموله زيرو فبيقول لك ان ده زيرو لو عملت ده واحد مش هيحس بيها لازم اللي هنا نفس الديب سويتشز اللي هنا تمام هقول له دلوقتي سيف طبعا انا ما سيبهاش كده اهوت يعني هو بيقول لي هاردوير اي دي هو مسمي ديت الاي دي 8 الاس اي او نمبر 1 ده اسم خاص بيه التايب هو ده اللي يهمنا وان البورت تي بي 2 ليه كلمه تي بي 2 ديت اعتقد تي بي 2 ديت اللي هي بتبقى حاجه تبع هنا اهوت هنبقى نشوفها يعني الادرس واخد زيرو نوت كونكتد كونفيجريشن نعملها بقى اول حاجه الريدر اللي داخل جوه هل هيبقى بروتوكول بتاعه ويجند ولا او اس دي بي على فكره انت عملت لو الاو اس دي بي مش هتلاقي اختلافات كتير غير ان هو ممكن الاو اس دي بي ياخد على الوصله اكتر من ريدر يعني ممكن ياخد لغايه 4 ريدر فانت عملت او اس دي بي اهوت هتلاقي عامل لك 4 ريدر يعني الوصله ممكن توصل لغايه 4 ريدر انما الويجند اهو هتلاقي شال لك اثنين اللي تحت وحاطط لك ريدر 1 وريدر 2 طب انا لو انا حاطط اثنين ريدر على باب واحد هعلم على ده كارد ان كارد اوت فيبدا الريدر ده والريدر ده يسمعوا ايه في بوش بوتوم واحد على دور واحد انما انا في حالتي ديت انا حاطط كل واحد لوحده يبقى بشيل دوت وابدا اعلم على ريدر 1 وريدر 2 طبعا هنا مكتوب ادرس 0 ادرس 1 دي حاجه داخليه هو بيسمي ده ريدر 0 وده ريدر 1 عادي مع ان هو مكتوب على اللوحه ريدر 1 ريدر 2 بس هو بالنسبه له ده 0 وده 1 اوكي الاكسس موديول هيقول لك ان هو كارد ريدر لان انت هتستخدمه بس بن يعني اشتغل كارد كارد سوري لو بن لو الريدر بتاعك بيدعم من اللي هو فيه كيبورد كده البورد يعني فيه ارقام فيبقى البن البايومتريك ريدر ده لو فيه بقى اللي هو جهاز فيه بصمه دوت انت بتختاره الاوس دي بي بيومتريك ريدر لو بيومتريك بس مش اوس دي بي طبعا احنا بتاعنا ده هيبقى كارد ريدر انت هنا الريدر ده مهم جدا تسميه على اسامي الدور يعني فرضا مثلا ان ده كيتشن مثلا موجود في كيتشن كيتشن 1 مثلا
فنسميه باسمه عشان لما تيجي تعرض معاك الدوار تبقى باين عليه. الريدر تايب ده بيدخلني الاوضه ولا بيخرجني من الاوضه ولا بيخليني ادخل واطلع من مكان ولا بدخل واطلع ولا ده بتاع مصعد، يعني انا حاطه على اسانسير بحيث في ريدر زي اللي احنا بنضرب ده مسموح لي ان انا اضربه اطلع الدور الثالث او الرابع او كده، برضو بتحكم باكسس كنترول اليفيتور ده. فانا طبعا بقول له انه هنا الاكسس كنترول عندك هنا اهوت، هل هو ترن ستايل ولا دور؟ هو دور. لو ترن ستايل بعمله، طبعا ترن ستايل دي تشمل برضو البارير، لو البارير موجود ممكن اعمل فيها ترن ستايل، انما هو بالنسبه لي دور. الجراند اكسس تايم اللي هو عايز يفتح قد ايه، فاحنا مثلا نخليها مثلا 3 سكند. الاكستندد اكسس تايم ده اللي هو اللي هم المعاقين، يعني اللي هو او واحد مثلا تخين زي حاجه كده عايز يدخل مكان اوسع، ترن ستايل معاه اي حاجه في شيله مثلا، انت بتديله في الكارت وانت بتظبط الكارت بتديله اوبشن اكستندد، وهنشوفها الحته دي. فلما الكارت يديله اوبشن اكستندد يبقى ده بالذات يدخل طمائف باب يفتح له 18. تمام. المينيمم اوبن تايم اللي هو قد ايه الوقت يفضل مفتوح وبعد كده يقفل، ونراعي ان المينيمم اوبن تايم ده ما يبقاش اعلى من ده، يعني مثلا بكتير، يعني دلوقتي فتحت الباب هيفضل مفتوح 3 بعد كده يستنى 6، بعد الستة دي هيحس انت بقى ماسكه بايديك او كده اهوت، بعد 6 يبدا يعمل الارم بقى، فاهم الحته بتاعت السنسور يبدا يشتغل، يعني السنسور بقى ساعتها يحس بعد 6 ثواني انت الباب لسه مفتوح، فيبدا يعمل الارم او يبعت لك مسج او كده. ريكويست فور اكزيت ده اللي هو البوش بوتوم، انت لو عايز تحط بوش بوتوم هتقول له البوش بوتوم عندي موجود. الدور هيل تايم ديت الزمن ده هنا يبدا السنسور يشتغل، هنا الزمن 30 ثانيه يبدا يبعت الارم. تمام. الاوف لاين مود ديت لو انت الكهرباء قطعت وشغال على البطاريات يبدا يشغل هو لوحده، بس طبعا ده بيستدعي ان انت تدخل حاجه اسمها الفاسيلتي كود. الادفانسد كنترول دوت تو مان رولز، قلنا التو مان رولز ديت اللي هي تبقى اثنين او في الاول يضربوا عشان الباب يفتح. الدبل تاب انا مش فاكرها الصراحه. تمام كده. الريدر تو نفس الكلام، هتديله بس كيتشن مثلا كيتشن تو نفس الكلام، مفيش مثلا هنخلي ده 6 زي ما هو عشان حتى يبان في ال، ونعمل له اكزيت بوتوم برضه. بعد ما تخلص كده بتقول له سيف. اشكر ده سيف. طب احنا ما عملناش حته الفاير، نعملها برضه في الادفانسد كونفجريشن. ايه الادفانسد كونفجريشن ديت؟ طبعا انت الطبيعي عندك اللي هي الابوت اهوت اللي هو الابوت اللي هو ده، انت عندك ريلي 1 لوك 1 ريلي 2 اول ثلاثه وثاني اللي بعديهم اللي هو دور 2 اللي هو اللوك، شايف لك ريلي 3 عشان كده هتلاقي عندك هنا ابوت 3 4 5 6. نراعي طبعا الحته اللي احنا قلناها ان انت ما تعدلش، لان مش يعني لو عدلت وعايز تمسح الابوت 3 مش هتعرف تمسحه، فنراعي الحته ديت ان انا لو عايز ابرمج عليه. وبعد كده في الانبوت نوت قلنا مشغوله، ادي 1 2 3 4 لان دي الدور الاولاني دور 2. بعد كده بتلاقي من اول عشان كده بدي لك ايه من 5، يعني هو فرض لك برده ان 4 ديت ليها استخدام، بيبدا يبرمج من 5. هو ده عندك ادي 1 2 3 4 ده الخمسه، دول 5، فالخمسه اهوت اللي هو ده اللي تقدر تبرمجه، عشان كده مش مديك 1 2 و 3 و 4. في حاجات ديفولت ان هو يعني يقول لك ايه، انا حاجز لك البورت ده اي سي فيل والتمبر فيل. طب فين التمبر والاي سي فيل ان هو المفروض ان هو يبقوا موجودين ان هو، او ان هو بيعتمد ان في هنا التمبر والاي سي فيل اللي كانوا موجودين، فانت طبعا مش هنلعب في ده خالص، فاحنا نقدر نلعب في ده. لو انت عايز تخليها هي اللوحه نفسها تحس بالفاير فهنجرب كده. ادي انبوت بنشاور عليه مسح كنا فاير، هنا هتقول له فاير انبوت، هتخليها نورمال كلوز عشان لما يجي لك الامر يبقى نورمال اوبن. هنا طبعا دي ما تغيرش في دي، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا اوبن دور، وتقفل بعد ما الحدث يحصل او ما تقفلش غير لما انت تقفلها بايديك. فانا هنعمل ده كده اهو، وتقول له سيف.
كده احنا ايه نشوف اللوحه رجعت موجوده ولا لا. طبعا يستحسن طبعا ان انت تعمل ترابل شوتينج. طبعا هو دلوقتي مش شايف بيعمل بيفتح ويقفل وكده فاتحها صح؟ ماشي. شوف دلوقتي الهارد نشوف المونيتور الكنترولرز نفسها شغاله. نشوف هنا الدور ستيتس هتلاقيهم موجودين عندنا هنا اهوت. طبعا لو هقفل على لو هقفل على الادوار ديت هيبان هو دوت. ممكن نجيب احنا يعني لو قفلنا هنا على السنسور اللي هو رقم واحد ده وعملت ريفرش هتلاقي الباب ده قفل. لو عملت على السنسور الباب يعني السنسور بتاعته مقفول. لو عملت على الاثنين ديت وعملت ريفرش هتلاقي الباب ده قفل. طب لو عايز افتح الباب الاولاني بقفل على ده وده هو اصلا مقفل مفتوحين هنا. فهنشوف دلوقتي الحته دي. طب الفاير ان هوت لو انا هوصل على الفاير ان هوت اللي هيحصل لازم تقعد ست ثواني اللي هي دي بونس دي ستة. طبعا هي مع فاير الحته لا دي بقى الغلط. بص دي ايوه دي نورمال يوم لازم نورمال يوم. هقول له سيف هتلاقي دلوقتي هو كمان شويه لما بيبعت هنا هيقفل البتاع ديت. اربعه دي اللي بقول لك عليها ان انا افضل قاعد يعني مدي هنا اربعه. بس فتح بعدين اسيب الدرون تمام كده. في مشكلة بالحتة ديت خلاص تمام كده. في حاجة المونيتور طبعا الدور ستيتس عرفناه. الانبوت ستيتس دوت الانبوت بتاعتنا اللي هو الانبوت فاير ده الوحيد اللي موجود. يعني حتى انا اهوت هل انا لما اعمله اما اغيره مثلا كده اهو يعني هنا اهوت احط الفاير كده واقول له ريفريش بص بيقول لك العلامه دي كان هو بتاع ايمان. لو شلتها كده اهوت يبقى راح مع ريفريش. احنا خلصنا زي الفل كده. طبعا اللي احنا قلنا بنضيف اول حاجه امبلوي دايركتوري اقول له اد نيو. هقول له مثلا اليوزر اي دي طبعا هو بيزوده لوحده والفيرست نيم سمير ولا سمير موجود قبل كده خلي سمير. نشوف لو انا عايز ازود سمير هيوافق بيها تاني ولا لا. طبعا الحته دي المطعم عارفين الحته ديت نزود هنا الاكسس ليفل. طبعا احنا الاكسس ليفل لازم نظبطه بقى لان انا هقول له اول اكسس بس انا مش ضايف الريدرز فانا هقول اول اكسس اوكي وهقول له سيف. لازم بقى الحته اللي احنا اتفقنا تمسك على الاكسس دي تمسكها واحده واحده من فوق لتحت الريدر جروب تعدي الريدرز هتلاقي فيه هنا لما تدوس عليه هتلاقي زود لك كيتش 1 كيتشن 1 وكيتشن 2. فانت هتقول له انا عايز دول كلهم يتزودوا لي واقول له ابديت واجي على اللي بعديها اكسس جروب اتاكد بس انه ديت فول دي وانها واخده ريدر جروب اول ريدرز والتايم فريم الله ينور عليك فول دي فول دي. هل انا عشان اتاكد ممكن امسح ده كله وازودها من هنا اد يبقى انا كده اتاكدت ان انا اول ريدرز فول دي انما هي موجوده مش تعمل حاجه معايا. ما ضفتش الكارت
يبقى هنا يبقى كريدنشال واقول ايشو كارد هتقول له مانيوال نان فورمات هتقول له اعمل لي اسم على الكيتشن 1 هيبقى الرقم دوت وهضيفه 110 هو انا عارف ان هو سنجل تمام كده واقول له ايه كده هيضيف هنشوف دلوقتي اذا كان يعمله ولا لا ممكن لو هو ما عملش نعمل ترابل شوتنج الايفنت اهوت الايفنت نشوف هنا كده هو فتح كده والتاني فتح يبقى اكس جراند كده طبعا النص عشان الديمو فاهم معانا مش هو سؤال يا باشمهندس احنا ده كيتشن 1 صح؟ اه هو معرفين ده على كيتشن 1 ليه يفتح ده كمان؟ علشان انا قايل له هنا في الاكسس هنا اهو الريدر جروب ان اول ريدرز يعني انا قايل له ان الكارت ده يفتح اول ريدرز وانا بعمله هنا اهوت وانا بزوده يعني كده يعني مثلا لو ده سمير هنا اهو ودورت على اسف على امبلوي ديت وقلت له ده يدخل انهي الامبلوي ده اللي معاه الكارت ده لو قلت له ده يدخل انهي بتاع هيقول لي ده الكارت ده اكتف ويدخل كل البتاع حسب ما انا اعمله في الاكسس ليفل انا قصدي ايه بس كده في اي اسئله ثانيه في الحته دي خلاص